إطار المتابعة الميدانية لتقديم الخدمات العامة للمناطق التي استهدفت من قبل العصابات الإرهابية المسلحة في جمعية المواصلات، قام محافظ دير الزور فواز الصالح يرافقه قائد الشرطة زهير سعد الدين بجولة ميدانية تفقدية بهدف تأمين كافة الخدمات لهذه المنطقة وتشكيل لجان للأحياء تعمل على التواصل الاجتماعي وتقديم المساعدة لأبناء الحي الذين هجروا من منازلهم وطالتها العمليات التخريبية. بدون عمدان ما نقدر نسحب شبكة كاملة لهون. ما نسحب شبكة كاملة، نمشي الحال لبين ما تتوفر الحفارة وتوفر الأعمدة. نمشي الحال نوصل كهرباء للناس اللي بدها تقعدهم. إنه بإمكانية بسيطة مثلا أحد ورشة تجينا شغلة إلا صعب. رئيس البلدية. أبو أحمد. الله يجزيك الخير. شوف اللي بيته تندله وشكون بالإمكان تقديم مساعدة، بلوكة، رمل، دهان، شغلة بيتهم بالذات لأنه في معاقين، شوف اللي تكشف لي عليه وشكون بالإمكان مساعدته. ورشات العمل في مختلف القطاعات الخدمية واصلت أعمالها وبدأت إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإزالة الركام وفتح منفذ البيع التابع لمؤسسة الخزن والتسويق لتأمين السلع الأساسية اليومية لأبناء المنطقة. كما شملت جولة الصالح معرض الفن التشكيلي الذي أقامته مديرية الثقافة، وشارك فيه نخبة من فناني المحافظة من خلال لوحات فنية تعبر عن تراث وبيئة الفرات برمزيتها ودلالاتها المختلفة.